التخلص من التبعات. التبعات إما أن تكون مالية، وإما أن تكون هي ديون دون الله تعالى. التبعات مالية، إنسان عليه قرض، يوفي هذا القرض، وإن كان يعني هنالك يدفع قسط شهري من راتبه، هذا إذا الأمور لا بأس بها. أو أنه يعتذر من صاحب القرض ويخبره أنه يريد الذهاب إلى الحج أو إلى العمرة. كذلك إن كانت لديه أمانة عليه أن يرجعها. وأما ديون الله عليه أيضا أن يوفيها، عليه صلوات يؤديها، عليه صوم رمضان، قضاء رمضان، نذر، كفارة يبدأ به، عليه زكاة، زكاة الذهب أو زكاة الثمار أو زكاة نقود، عليه أن يؤديها، عليه كفارات، كفارة مرسلة أو كفارة مغلظة أيضا يؤديها. كذلك يتخلص من المعاصي، عليه أن يذهب، لا بد أن يذهب وهو طاهر من المعاصي، يتخلص من المعاصي، يتوب إلى الله تعالى توبة النصوح، وأن يتخلص أيضا من التبعات الإنسانية. إن كان هنالك مظلمة عليه لأحد، ظلم إنسان، يعتذر إليه ولا